الرأي الحر. الليلة موضوع يتعلق ببريطانيا، لكن المعني بالأمر من دولة خليجية. إدانات حقوقية وتنديد واسع من النشطاء لدعوة الأمير السعودي محمد ابن سلمان للمشاركة في جنازة الملكة يوم غد. لم يثبت بعد على كل حال من باب الأمانة هل سيشارك أم سيكتفي بتقديم العزاء للملك الجديد، لكن يبقى السؤال مطروح: ألا يدلل أو لا تدلل هذه الحملة على أن جريمة خاشقجي وسلوك بلاد الحرمين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وملفات أخرى، كل هذه الملفات لم تدفن بعد، وأن محمد بن سلمان ما يزال مرفوضاً على نطاق واسع؟ لماذا فشلت جهود السعودية في طي صفحة خاشقجي رغم كل ما فعلت؟ يقول منتقدوها: انفتاح بن ظفريد، رقص، غناء، تمييع كما يقول نشطاء، وحتى إباحة الخمر، صدق أو لا تصدق، في نيوم المستقبل، هذا وفق وول ستريت جورنال. بالإضافة بالطبع وهذا مهم إلى التساهل مع المحتل الصهيوني: طائراتك تعبر وأمورك مية مية في انتظار الإعلان على التطبيع كما يقول البعض. بريطانيا إذن إدانات حقوقية لدعوة الأمير السعودي ابن سلمان للمشاركة في جنازة الملكة. هل لعنة خاشقجي ما تزال تلاحق الرجل؟ أم هناك ملفات أخرى أيضا حارقة؟ الحرب في اليمن، حقوق الإنسان، وربما أيضا ملفات أخرى. إذا لم يكن كل ذلك دقيق، لماذا إذن كل هذه الضجة؟ سؤال نوجهه للمدافعين عن محمد ابن سلمان ممن يشاركون معنا بين الحين والآخر. هذا موضوع ساعتنا الأولى. الساعة الثانية تونس كالعادة تفرض نفسها. شخصيات مهمة ووازنة: الغنوشي وعلي العريض أمام التحقيق فيما يعرف بملف التسفير. بحث عن الحقيقة يا ترى، أم إشغال وإلهاء للتونسيين في ملفات طوتها الأحداث والتطورات؟ وزير الداخلية بجلالة قدره يفتح تحقيقا ضد نفسه، كثير عادل ما شاء الله عليه، ويثير السخرية. تونس إذن الغنوشي والعريض أمام التحقيق في قضية التسفير، بحث عن الحقيقة أم إلهاء للتونسيين؟ وكيف نفهم التركيز على حركة النهضة في هذا الملف بالذات؟ سنعود إلى كل هذه الأسئلة في ساعتنا الثانية، لكن دعونا نبدأ من بريطانيا. محمد بن سلمان حيثما حل يثير ضجة. ما الموضوع؟ سؤال نوجهه للجميع، وفي المقدمة طبعا لجمهورنا في بلاد الحرمين. أهلا بكم. استبعد مصدر بالخارجية البريطانية حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان جنازة الملكة إليزابيث المقرر غدا. قال المصدر لوكالة رويترز إن التغيير أجرته السعودية. من جهتها صحيفة الجاردين البريطانية ذكرت أن ولي العهد السعودي سيحل بالمملكة المتحدة اليوم لتقديم العزاء للملك تشارلز الثالث، لكنه لن يحضر الجنازة المقررة غدا وفقا لما نقلته عن مصدر لم تكشف عن هويته. قالت الصحيفة إنه لم يكن هناك تأكيد بشأن ما إذا كان محمد بن سلمان سيحضر مراسم جنازة الملكة أم لا. كانت موجة من الانتقادات تعالت بعد أنباء عن توجه ولي العهد السعودي لحضور الجنازة، وأدانت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول فكرة توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى لندن لتقديم واجب العزاء للعائلة الملكية. ونقلت صحيفة الجارديان عن جنكيز ومدافعين عن حقوق الإنسان قولهم إن محمد بن سلمان يحاول استخدام الحداد لكسب الشرعية.
وقالت خديجة جنكيز خطيبة الراحل خاشقجي إن دعوة ابن سلمان تمثل وصمة عار في ذكرى الملكة إليزابيث الثانية، ودعت إلى توقيفه عند وصوله إلى لندن رغم أنها شككت في إمكانية حدوث ذلك. كما اتهمت الحملة ضد تجارة الأسلحة، اتهمت السعودية وأنظمة ملكية أخرى في الخليج باستخدام جنازة الملكة كطريقة لتبييض سجلاتهم في حقوق الإنسان وفق ما ذكرت مجموعة الضغط. يقول منتقدو النظام السعودي إن الحريات السياسية اختفت تماما منذ أن أصبح محمد ابن سلمان وليا للعهد عام 2017، بالإضافة إلى صدور أحكام مشددة بالسجن ضد منتقدي الحكومة وإن كانت بسبب مجرد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما وصف على نطاق واسع بأنها محاولة يائسة من محمد بن سلمان تبييض صورته عقب جريمة خاشقجي وتمهيد الطريق لخلافة والده، بدأ ابن سلمان بإرساء برنامج ضخم لما وصف بالتحرر الاجتماعي، إذ أعيد افتتاح دور السينما ووسائل الترفيه العامة المحظورة، وبات يسمح للمرأة بالقيادة بناء على توجيهات الأمير محمد بن سلمان. واستضافت الملكة فعاليات رياضية وموسيقية دولية، ولم يتحرج ابن سلمان من مشاهد العري بين الراقصين والراقصات والتي باتت تؤثر في سلوك أبناء هذا البلد المحافظ. لم يكتفي محمد بن سلمان بهذا في إطار محاولاته الدؤوبة لإظهار نفسه بالشخصية المنفتحة والمناسبة لإدارة المملكة، أو هكذا يعمل على تسويق نفسه للغرب يقول منتقدوه، إذ تخطط المملكة العربية السعودية وفق وول ستريت جورنال لتقديم الخمور والشامبانيا والكوكتيلات التي تحتوي على الكحول في منتجع على البحر الأحمر يقع بمدينة نيوم المستقبلية. تقول الصحيفة الأمريكية إن بيع الكحول في حال سمح به سيمثل علامة فارقة محفوفة بالمخاطر لحالة التحول الاقتصادي والثقافي الذي يقوده ولي العهد محمد ابن سلمان، والرامي لجذب السياح الأجانب وتشجيع رجال الأعمال المغتربين على العيش والعمل في السعودية. بريطانيا أيضا إدانات حقوقية لدعوة الأمير السعودي محمد بن سلمان للمشاركة في جنازة الملكة. ألا يدلل هذا برأيكم على أن جريمة خاشقجي لم تدفن بعد؟ لماذا فشلت جهود السعودية إذن في طي هذه الصفحة رغم كل ما فعلت؟ وذكرنا منذ قليل الانفتاح والرقص وإباحة الخمر في النيوم، هذا وفق وول ستريت جورنال، وحتى التساهل مع المحتل الصهيوني. كل ذلك وما زال يبدو محمد بن سلمان في القائمة السوداء على الأقل بالنسبة للنشطاء وطيف واسع من هذا الجمهور. سنعود على كل حال للمشاركات بعد قليل، ولكن نرحب بضيف حلقتنا عبر خدمة سكايب. ينضم إلينا الدكتور عبد المجيد المراري، رئيس منظمة FD الدولية لحقوق الإنسان من باريس. دكتور المراري مساء الخير. لماذا كل هذه الضجة والحملة لمجرد الإعلان عن مشاركة محمد بن سلمان في جنازة الملكة يوم غد؟ لمشاهدي قناة الحوار، طبعا هذه ليست ضجة بريئة، لأننا صراحة كمنظمات حقوقية نؤسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وحضور محمد بن سلمان لهذه الجنازة للأسف الشديد سيسيء إلى ذكرى الملكة إليزابيث الثانية، وسيسيء إلى كل الحضور للأسف الشديد، لأنه رجل بحسب كل التقارير الدولية وخاصة تقارير المخابرات الأمريكية متورط في اغتيال جمال خاشقجي، بل متورط وفاعل أساسي كذلك في جرائم حرب في اليمن، متورط في التعليمات التي يعطيها دائما في اعتقال المعارضين الرأي، وكم عشرات إن لم نقل مئات المعتقلين داخل السجون في المملكة العربية السعودية أعدم عدد منهم، لازالت قائمة الإعدام لازالت مفتوحة، شهية محمد بن سلمان لازالت مفتوحة ولن تقف عند هذا الحد. لماذا؟ لأنه حضوره مثل هذه المناسبات وقيمة العشرين وغيرها من القمم، ولكأنه ضوء أخضر، ولكأنه طي للملف السعودي، ولكأنه رضا على محمد بن سلمان وإشارة لكي يستمر في جرائمه وانتهاكته. والمنظمات الحقوقية هنا لتقول رأيها وتقول كلمتها الرافضة لهذه السياسة طبعا التي تؤسس كما قلت في البداية تؤسس للإفلات من العقاب وليس لعدم الإفلات من العقاب. طيب على كل حال، هو الحقيقة المصادر البريطانية يعني لم تعطي إجابة واضحة وشافية في هذا الخصوص، ولكن الأرجح
أن محمد بن سلمان سيحل أو ربما وصل إلى المملكة المتحدة لتقديم العزاء للملك الجديد، ولكنه لن يشارك في جنازة الملكة يوم غد ربما تفاديا لكل هذه الضجة. ولكن في كل الأحوال، لماذا يبدو ولي العهد السعودي ورغم ما فعل في السعودية من محاولة لإظهار نفسه بالمنفتح من خلال حفلات الموسيقية، الحفلات الغنائية، المناسبات الرياضية، وحتى إباحة الخمور كما تقول وورسيل جونلان في نيوم هذا المشروع المستقبلي، كل ذلك لم يشفع للرجل وما زال ينظر له على أنه يدوس على حقوق الإنسان وبأنه قاتل خاشقجي وبأنه مرفوض. إلى متى سيبقى ملاحق من هذه الملفات؟ سيبقى ملاحق إلى أن تتحقق العدالة، العدالة للضحايا ولأهالي الضحايا. تلك الإنجازات أو تلك الأمور التي أعلن عليها وهذا التفتح، هذا من تحسين حاصل بالنسبة لجميع الدول العربية والدول الإسلامية، فبالتالي هو الآن يحط رجلا في القرن 21، لأن الرجل كانت المملكة العربية السعودية كانت في القرون الغابرة للأسف الشديد، المرأة لا تقول، المرأة لا تصوت، وغير ذلك من الأمور الأخرى. أما الشيء الغير مقبول على الإطلاق وهو الشأن الحقوقي وهو الملف الحقوقي وهو كتم أنفاس المعارضين وكتم أنفاس يعني الشخصيات السياسية والإعلامية والفكرية للأسف الشديد، بل وصل به الحد إلى أن يستعمل المنشار من أجل إسكاتهم. خاشقجي، هذه الجريمة، جريمة جمال خاشقجي، ستلاحق محمد بن سلمان إلى أن تتحقق العدالة له ولعائلته. إذا نحن ندعو السيد محمد بن سلمان، ندعو الحكومة السعودية إلى أن تطلق سراح ذوي جمال خاشقجي وليذهبوا لأي دولة بعد ذلك يعبروا عن رأيهم ويسمحوا في دم أبيهم. يعني أن هم الآن نظن أنهم محل إقامة إجبارية في المملكة العربية السعودية كما هو الشأن عدد من الشخصيات الأخرى. يكفي محمد بن سلمان أن علماء بارزون ومفكرون بارزون وراء القضبان لا لشيء إلا لأنهم دعوا إلى المصالحة مع قطر في وقت من المرحلة قبل أن تعود المياه إلى مجاريها. الآن وقد عادت المياه إلى مجاريها، لماذا لازال هؤلاء يقبعون وراء تلك القضبان؟ لا لشيء كما قلت إلا للمصالحة وإلى المهادنة والتقارب مع قطر. نعم، لكن دكتور المراري، قد يقول قائل وربما المقربين من محمد بن سلمان يقولون أو يتحدثون في هذا السياق بأنه محمد بن سلمان لا يكترث لمثل هؤلاء النشطاء ولمثل هذه الحملات على اعتبار بأنه التظاهر في الدول الغربية أمر معتاد، يعني قمم المناخ جميعها دائما تصاحبها احتجاجات وقمم اقتصادية أخرى تصاحبها احتجاجات، والمواطن الغربي دائما يعبر عن رأيه، وولي العهد السعودي يتفهم ذلك ولن يغير من سياساته بناء على هذه الاحتجاجات أو المنظمات التي تنتقد هذه الزيارة. نعم، نحن اليوم لم نتأكد من الخبر أن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أعلنت بأنه لن يشارك محمد بن سلمان في الجنازة، وأن التركي هو الذي سيمثله على اعتبار أنه عضو في مجلس وزراء وأنه من العائلة وغير ذلك. لماذا ذلك؟ لأنه محمد بن سلمان ليس فقط يخاف من هذه المظاهرات ويضرب ألف حساب لهذه المظاهرات، لكن كذلك يضرب ألف حساب للمتابعات القضائية في أوروبا. هناك عدة دعاوى ترفع كلما حل محمد بن سلمان في دولة أوروبية إلا وتدخل تدخل شكاية إلى قضاء تحقيق في تلك الدولة، ولعل آخرها الذي أدخل في زيارته الأخيرة إلى فرنسا، هذه الزيارة والتي قابلها قضاء التحقيق هنا في فرنسا وهي محل نظر قضاء التحقيق هنا في فرنسا. فبالتالي محمد بن سلمان يخشى الملاحقة القضائية، يخشى وإن كان يتظاهر بأنه لا يكترث بمثل هذه المظاهرات ولا يكترث بمثل هذه المتابعات والملاحقات القضائية والتي هي ملاحقات جدية على حسب ما هو يعلم وحسب ما أوصله وأبلغه خبراءه القانونيون على أن الدعاوى المرفوعة في فرنسا دعاوى جدية، فبالتالي هو يخشى هذه الزيارة، لذلك ربما يكون هذا هو سبب مبرر إصدار وزارة الخارجية السعودية ذلك البيان على أنه لن يحضرها وأنه هناك التركي ومن يمثله سيمثله في مراسم الجنازة. طيب، على كل حال أنا أشير فقط، والعلاقات الاقتصادية بين الدول الغربية والسعودية
كبيرة ومتشعبة، ولكن أشير إلى هذه الجزئية بأن بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية والإمارات تفوق 23 مليار دولار، وليس مليون، مليار دولار منذ بدء الحرب في اليمن، حتى فقط يعلم جمهورنا مدى أهمية السعودية بالنسبة لهذه الدول الغربية وبينها بريطانيا. والعلاقات على فكرة بشكل رسمي ما تزال تمام، يعني بريطانيا لم تتأثر علاقاتها بالسعودية. ولكن أعود للجزئية، يعني على الأقل المعترضين على هذه الزيارة، بينهم خديجة جنكيز خطيبة الراحل خاشقجي، الحقيقة دعت إلى توقيف ولي العهد السعودي حال وصوله إلى المملكة المتحدة رغم أنها استبعدت ذلك. مثل هكذا دعوة من باعتقادك ربما يتجاوب معها في بلد كبريطانيا أو بلد غربي آخر؟ أعتقد أن السيدة جنكيز كانت مبالغة في هذه الدعوة، وربما نحن كحقوقيين وكقانونيين قد لا نقتنع بمثل هذه الدعوة، على اعتبار أنه ليست هناك أي مذكرة وليست هناك أي دعوة سبقت للسلطات المملكة المتحدة أن أصدرت منع في حق منع الدخول إلى المملكة المتحدة إلى بريطانيا في حق عدد من الشخصيات السعودية على خلفية جريمة مقتل جمال خاشقجي. نعم هناك قرار حكومي، لكن ليست هناك قرارات قضائية من أجل توقيف أو اعتقال أي مسؤول سعودي. إذا كانت هناك شكاية أدخلت إلى القضاء السعودي فأنا يمكن أن نطالب بذلك، ويمكن السيدة جنكيز أن تطالب بذلك، لكن في فراغ أي إجراء قضائي من الصعب وقد أقول أنه لا يليق أن نطالب بهذه المطالب، لأنه سيستهزأ بهذه المنظمات الحقوقية وبعمل المنظمات الحقوقية. أظن أن تكون مطالبنا مطالب يعني معقولة ومنطقية تبنى على الخطوات التي جاءت قبل، فبالتالي لا يمكن أن نبني على شيء غير موجود. إذا جاء مثلا إلى فرنسا، نحن من حقنا هنا في فرنسا أن نطالب القضاء الفرنسي والأمن الفرنسي أن يوقف مثلا مسؤولين سعوديين أو حتى محمد بن سلمان على خلفية أن هناك دعوة ولا أن هناك شكاية مقبولة النظر لدى القضاء التحقيق الفرنسي، فبالتالي سيكون مطلب منطقي، لأن هناك فعل تم أمام أنظار القضاء الفرنسي. أما والحال في بريطانيا فليس كذلك. هذا من جهة، فقط بسرعة بعجلة بأنه مسألة الصفقات العسكرية، نحن كحقوقيين نقول دائما أن الاقتصادي دائما يغلب، المصالح الاقتصادية تغلب على الاعتبار الحقوقي دائما، هذا مبدأ إن لم نقل يعني أصبحت سياسة الغرب للأسف الشديد، وهذا سابقة فرنسا مع مصر وسابقة الدول الأوروبية مع مصر كذلك، لعلها تكون خير دليل. نعم، أختم معك دكتور المراري، وأنت رئيس منظمة FD وتقيم في باريس، الغربيين أي الملفات التي يعطونها أهمية ووزن في تعاطيهم مع السلطة في السعودية وولي العهد السعودي تحديدا محمد بن سلمان؟ هل هي مخرجات وما حصل في حرب اليمن، أم ملف خاشقجي، أم الوضع الحقوقي إجمالا في السعودية، أم ملفات أخرى؟ على ماذا يركزون في تقييم علاقاتهم وقياس مستوى علاقاتهم مع محمد بن سلمان؟ أعتقد أن هنا في فرنسا على حد علمي وحضر، على اعتبار أننا شاركنا في عدة يعني جلسات استماع داخل البرلمان الفرنسي، هم يهتمون بالجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في اليمن أكثر منها في جريمة جمال خاشقجي. دليل على ذلك هو أن الإعلام الفرنسي أعطى بالظهر لهذه الجريمة ولم يعطيها حقها في الحديث عنها، ولا يعني تأنيب محمد بن سلمان عليها من قبل حتى الإعلام ولا حتى من قبل الشخصية السياسية. لذلك هنا في فرنسا التركيز أكبر على جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن أكثر منها على أي جرائم أخرى. للأسف شديد حتى ملف المعتقلين لا تكترث به الحكومة الفرنسية ولا تنظر إليه، ولم نسمع أن الحكومة الفرنسية ولا البرلمان الفرنسي لبى لنا طلب عندما نناديه وعندما نلتمس منه التدخل عند السيد عند محمد بن سلمان من أجل إطلاق سراح المعتقلين داخل سجون المملكة العربية السعودية. الدكتور عبد المجيد المراري، رئيس منظمة FD الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من باريس، نشكرك جزيل الشكر. إذن يعني اليمن ملف وازن وثقيل ومهم، لأن البعض ربما يغفله، لكن كما ترون من إجابة ضيفنا ففرنسا على سبيل المثال ملف اليمن وما جرى فيها من تدمير ربما وقتل هو ملف وازن ومهم بالنسبة لفرنسا.
ربما قبل حتى الملف الحقوقي وجريمة خاشقجي كما قال السيد المراري. شيماء القرني عن طريق الواتساب تقول: هذه الإدانات ستكون فقط زوبعة في فنجان، سيذهب محمد بن سلمان إلى الجنازة وقد نراه يقف بين رئيس ورئيس وزراء دولة الاحتلال، وسيقال عندها بأنها صدفة، ولكن سيتبعها لقاء رسمي فوق الطاولة وليس تحتها، تقول شيماء القرني. يعني شيماء ربما ترجح بأن محمد بن سلمان قد يغامر ويشارك غدا في الجنازة ولن يكتفي بمجرد ربما تعزية الملك تشارلز الثالث فقط. ابتسام عياد أيضا عن طريق الواتساب تقول: من المفروض أن يذهب الملك سلمان إلى الجنازة أو يعتذر، ولكن في حال الذهاب محمد بن سلمان ستقوم مؤسسات إعلامية دولية وخاصة إسرائيلية دفع لها محمد بن سلمان الملايين بالترويج لمشروع نيوم، وسوف لن تسمح لموضوع خاشقجي أن يطفو مجددا على السطح. تقول ابتسام عياد. لنرى الجمهور السعودي ماذا يرى في هذا الموضوع. هاشم من السعودية طبعا تذكرونه، مداوم على المشاركة معنا، يقول: أليس الأحرى بهذا الحقوق أن يتكلم عن قتل مواطن أسود اليوم في لندن ويعتذر للعالم عن جرائم بريطانيا حينما قبضوا على أجداد هذا الأسود ووضعوهم في الأقفاص مثل الحيوانات لبيعهم في سوق الرقيق العالمي، بدلا من انتقاد قائد مسلم باسم حقوق الإنسان؟ فعلا هزلت، يقول الهاشمي من السعودية. على فكرة قائد مسلم هذه تحتاج إلى تدقيق يا هاشمي. المسلم هو من سلم الناس من يده ولسانه، محمد بن سلمان ما سلم منه حدا، فمع احترامي لك طبعا، الآلاف في السجون يشهدون بذلك. جثمان خاشقجي الذي لا نعرف منتهاه بعد شاهد على ذلك وسيكون شاهد يوم القيامة، والله أعلم، أنا شخصيا أرجح بأنه رأس خاشقجي في مكان ما في السعودية، القتلة ربما أوصلوه إلى سيدهم، هذا كلام قيل الحقيقة وأنا أكرر فقط وأذكر. فقصة مسلم وتطبيق الشريعة الإسلامية وهذا الغناء الذي تكررونه دائما لم يعد يقنع أحد، واعذرني في هذه الصراحة، لأنه بعض الجرائم الحقيقة لا يمكن الصمت أمامها. طيب نأخذ مشارك. أبو الحسن من المدينة، مساء الخير أبو الحسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله، تفضل. أي دكتور صالح، الصوت واضح؟ واضح جدا. الله يرضى عليك إن شاء الله على جمهورك الكريم يا رب. شكرا لك، تفضل. يا دكتور صالح، يعني الآن حيحضر الجنازة هذه زعماء ورؤساء وأمراء وشخصيات عظيمة، يعني منهم رئيس أمريكا اللي بقى يعني ما خلى لا الأخضر ولا اليابس في العراق إلا حرقه، هذه واحدة. ما سمعتك يعني تكلمت عليه ولا قلت أمريكا اللي عندها سجن غواتنامو ولا كل الأفلام دي راحت عن بالك، ما يهم. فرنسا اللي تبجحت في مالي وسوت اللي سوته ومجازر ومقاتل ودنيا وعالم راحت وعالم انفنت، هذه كله ما لمحت ليهم. لا تقول لي عشان ما هم مسلمين أو عشان كفاية الإنسانية، أنا أتكلم معاك الآن من باب الإنسانية فقط لا غير. جميل، هذه حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة لمحمد بن سلمان، إن راح وحضر الجنازة، أقول لك إن راح طبعا لديه أعمال كثيرة، يعني ما الجنازة ما هي بالشيء الأهم من الأعمال اللي تحت يده، شاير البلد كله على كتافه. الله يرضى عليه ويرضى على أبوه وعلى جميع حكام السعود، هذه واحدة. الثاني لو حضر فهو شرف للملكة نفسها ولبريطانيا ولجميع الزعماء الموجودين، شرف ليهم أن يكون بينهم محمد بن سلمان. جميل، شكرا لك أبو الحسن. أشكرك أبو الحسن من السعودية. لا ندري على كل حال هل سيغامر بالمشاركة أم لا. أنت تعرف زعماء كثر في أوروبا كثيرا ما ألقي عليهم البيض، تعرف ذلك، بما فيهم حتى الرئيس الفرنسي وزعماء آخرين، زعيم إيطاليا وغيره. فالجمهور الأوروبي أيضا حساس في موضوع حقوق الإنسان، فلا تستبعد أن محمد بن سلمان إذا وقع يعني على مقربة من الجمهور قد يلقى عليه البيض، وحينها ستصبح يعني المسألة، لأنه ليس من السهل أنكم ربما تتحملوا مثل هذا المشهد. هل سيغامر للمشاركة في الجنازة أم لا؟ على كل حال سنعرف خلال السويعات المقبلة
لكن على الأرجح وفق المصادر التي لدينا سيكتفي بتعزية الملك الجديد ولن يشارك في الجنازة. وأنت أشرت إلى الرئيس الأمريكي أو غيره، أحنا يا عزيزي لا نأتي ببهتان، مش جايين حاجة من عندنا. هناك حملة يقوم بها العديد من النشطاء، هناك تصريحات، هناك انتقادات هنا موجودة في بريطانيا لزيارة محمد بن سلمان دون غيره. فنحن نتناول في سياق الأحداث، احنا مش على هوانا نتناول محمد بن سلمان. حتى تفهم فقط، محمد من السعودية. معنا يا صالح؟ مساء الخيرات. سامعني؟ سامعك، نعم تفضل. اتمنى النشطاء دول يتكلموا عن مذبحة الزنجبار ومكتب الأميرة ديانا، تمام؟ حلو. نمرة اثنين، امس انت قعدت تردح انت وجعان ومدري ايه، بس انا اشكر الله ثم نفسي انكم اعترفتوا انه قطر حتدخل 30 ألف اسرائيلي. نمرة ثلاثة ودي المهمة، سيد الامير محمد بن سلمان يشرف بريطانيا، وهو اساسا جاي بدعوة بريطانية. وبعدين الملك تشارلز او تشارلز عشان انت بتقول محمد سلمان، تشارلز ولدنا رقص العرضة معانا وشرب قهوتنا. فيعني اتمنى كان الاخ اللاجئ اللي في فرنسا المغربي كان اتكلم امس عن العلاقات المغربية الاسرائيلية. اكتفي ولا تباني اكمل؟ على راحتك. اكمل يا عزيزي، تفضل على راحتك، تفضل اذا عندك ما تقول. طيب بس وعد، بعد ما قفل لا تقعد تردح. يعني لا اسمعني لو تكرمت، إهانتك للعمال الأجانب في السعودية لا يعني أن تهيننا في هذا البرنامج، فيريد تختار ألفاظك الهابطة واللي دون المستوى بشكل دقيق. لو تكرمت، سلوكك المتخلف هذا دعه في السعودية، في هذا المنبر منبر الأحرار لا يسمح لك بسلاطة اللسان. منبر مرتزقة. طيب جميل، كل احرار. نحن في السعوديه كل الاجانب عندنا على راسنا وبنحترمهم احترام. لا واضح، انت في بريطانيا تستطيع ما تسلم على واحد يهودي؟ ما تستطيع. جعان بكره في قطر حيضرب تحيه لاي يهودي يخص قطر، وشركه هينيكل حقت البيره حتوزع البيره في الاستاد. لا جميل. يا صالح خليكم محترمين، اهدوا. ترى بكره حتصير، انت تقول لي امس مصالحه، نحن ما صالحنا مع قطر. قطر ما زالت ليس لها ميثاق ولا عهد. جميل. تركيا حقتكم دي نهايتها قربت، اصبروا. جميل. انتم مشكلتكم مستعجلين. شكرا لك محمد من السعودية. طيب واضح أنكم يعني ربما عاملين حلف مع إسرائيل، بدكم تطيروا كل صوت ما زال واقف في هذه الأمة. هذا ديدنكم كما يقول بعض منتقديكم، وصوتك هذا، صوتك هذا الذي يعلو هكذا ليس دليل على مستوى الحرية لديكم. أنتم واحد قال اللهم ألف بين قلوبهم زج به في السجن، لكن أنت تدافع على سيد نعمتك، وأنا أرحب بك دائما طبعا رغم بذاءة لسانك وسلاطة لسانك، أرحب بك دائما، حتى تعرف أن هذا المنبر أكثر رحابة صدر من منابركم في السعودية. أتحداك من هذا المنبر، يا ريت يكون عندكم في السعودية منبر الرأي الحر ويفتح للمعارضين أن يتصلوا ويعبروا عن رأيهم. أتحداك اليوم ولألف سنة إلى الأمام، عندما تحقق ذلك تحسبني حينها عزيزي. هذا المنبر هنا في بريطانيا ويتصل الجمهور على هواه ويعلق بما يشاء بما فيهم أنت. اعمل لي منبر مشابه في السعودية سأحييك حينها تحية مباشرة. فقط يعني بين قوسين، عبد الجبار من العراق. مساء الخير أخي صالح. يا هلا بيك. أولا أستنكر هذا التطاول بحق ضدك الذي صدر من هذا السوداني المتسعود محمد بن المدينة. لا عبد الجبار، لو تكرمت السوداني شريف والسعودي شريف، ولا تزر وزيرة وزارة أخرى، لا يعني أن السوداني إذا تسعود يصبح غير. لا هكذا أسأنا لأهلنا في السودان.
خاطب الناس بما هم فيه. هذا المواطن يقول أنا سعودي، خاطبه شخصيا. تفضل. طيب تفضل. اسمح لي أتحدث عن فقرة مهمة وهي إباحة الخمور في المملكة، وأقول الخمرة أم الخبائث وأم الكبائر، وهي مفتاح كل شر ومنفذ كل بلاء. فهل يسعدك يا سمو الأمير لعليك، هل تعلم أن الخمرة تنهك البدن وتسقط الهيبة وتفسد العقل؟ العقل إذا ذهب يتحول المرء إلى مخلوق غير مسؤول، لا يعي ما يقول ولا يدرك ما يفعل. طيب إذا قال لك يا عبد الجبار، موضوعنا على كل حال الخمور. موضوعنا مشاركة محمد بن سلمان في الجنازة والضجة التي تدور الآن، ولكن على كل حال موضوع الخمر هو جزء من سياسات بلاد الحرمين الآن طبعا. قد يقول لك أنصار محمد بن سلمان بأنه هذه الخمرة للزوار الأجانب مش للسعوديين، شو تقول حينها؟ هو تعاطي الخمور يؤدي إلى فساد تربية الأبناء والجناية على عفة النساء، فهل يرضيك يا سمو الأمير ذلك أن يحل بمجتمع المملكة العربية السعودية هذه العادات المستوردة؟ أنا سمعتك في حديث رؤية 2030 تقول القرآن والسنة النبوية دستور المملكة، فهل القرآن والسنة النبوية طيب تبيحان تعاطي الخمور؟ قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها. شكرا لك عبد الجبار، أشكرك عبد الجبار حتى لا نحيد على الموضوع. موضوعنا مشاركة محمد بن سلمان في الجنازة حتى لا نبتعد كثيرا، أشكرك وأعذرني في ذلك. أبو الطيب مساء الخير. السلام كل أخ صالح. يا هلا بيك. والله بالنسبة للموضوع ديال بن سلمان، أولا يكفي أن يتم استدعاؤه إلى بريطانيا، حضر أو لم يحضر، فهذا شرف بالنسبة لي. يعني هنا لك عدة دول، وإنت تعلم الأخ صالح وأنا أعلم، هم 7 دول لم يتم استدعاؤهم، وبالتالي محمد بن سلمان ليس من بودة في بريطانيا. هذه أولا. ثانيا الأخ صالح، العالم الآن مقسم يعني على جهتين، الحقوقيين والقضاء والدول والمصالح فقط. بالنسبة للحقوقيين أقول لهم والله لو صرتم قرن على الدعاء على محمد بن سلمان لن تنالوا منهم شيئا، هذا شيء مؤكد. لأن في المقابل الأخ صالح، محمد بن سلمان له 3 مفاتيح استراتيجية. أولا الطاقة، ولا يمكن الاستغناء عنها. ثانيا الرؤية الإسلامية والقيادة الإسلامية والأماكن المقدسة، وهذا لا يمكن عتب سلمان. وثالثا وهو الأهم بالنسبة للغرب، هو سد مانيع للتوسع الإيراني في المنطقة، وبالتالي كما ذكرت الأخ صالح في مقدمتك 20 مليار دولار من السلاح، هذا يمكن تصل حتى 50 مليار، لأن الهدف البريطاني والغربي هي محاربة إيران أولا قبل محمد بن سلمان. شكرا لك أبو الطيب، شكرا لك، واضح الفكرة. إذا أبو الطيب يقول يا جماعة الخير أبواب بريطانيا مفتوحة لمحمد بن سلمان، أنتم أيها الحقوقيون روحوا بلطوا البحر، هكذا يقول أبو الطيب في ملخص حديثه. حسن من بلجيكا أو حسين. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. يا أخ صالح، إحنا والله نتمنى أن محمد بن سالم بن سلمان أنه يحضر الوفد على الملك جنازة. نعم الملك، والله نتمناها يحضر هو ويمشي ويكون قريب من الجماهير، حتى علشان يعطوه على راسه بالصبابيط حشاك. يعني أنت تتصور محمد بن سلمان يمكن أن يجرؤ الجمهور مثلا على رميه بالبيض أو بالطماطم أو لا أدري أنا بأشياء أخرى؟ والله حيغير يضربوه بالطماطم وبالتفاح وبالما أدري إيش، كله يرموها كله بالأوساخ، وما يخلوه يقدر يدير وجهه وهذا، وخليه بعد كده زي ما سمعت قبل شوية يقول لك يبلط البحر، وخليه يقولوا روح بلط البحر أنت وكل السعودية من الكبير للصغير. شكرا لك حسين من بلجيكا. شكرا لك. نعود طبعا للواتساب حتى نحاول أن نوازن بين هذا وذاك. أبو الحسن من اليمن يقول محمد بن سلمان لن يجرؤ بالذهاب إلى بريطانيا لأن الحقوقيين له بالمرصاد هناك.
نأخذ أيضا رسالة أخرى من السعودية لنرى مواقف السعوديين. خالد من السعودية يقول: أنت تمنع منعا باتا المتصلين من المغرب والجزائر بأن يسب ويسيء أحدهما الآخر. طيب، لأنه لا نريد أن نشعل فتنة بين الجمهور، عندك مشكلة في هذا؟ طيب لماذا لا تطبق هذا في مواضيع السعودية؟ السعودية أنا لا أسمح بالسب ولا الشتم. مين قال لك سبينا أو شتمنا؟ بالعكس، هذا اللي اتصل من بلادك هو الذي يسب ويشتم وصليت اللسان، ولذلك أردت أن أوقف عند حده، لأن لسانه بذيء لا يفيد لا في الدفاع على السعودية ولا في الدفاع على غير السعودية، ويريد تعملوا له دورة. طيب مين اللي شتم؟ أها، أنت تتحدث على الحديث بصراحة على محمد بن سلمان، هذا ليس شتما ولا قدحا يا عزيزي، هذا حديث رجل سياسي من حق الناس أنها تتحدث فيه. هو والله مش ماشك صومعة ومتعبد لوحده ومنفرد وجاءه الجمهور وأراد أن يتسلط عليه، هذا ولي عهد في بلاد مهمة، بلد مسلمة، وهناك أيضا مكة والمدينة، وبالتالي شأن تلك البلاد هم المسلمين جميعا، وبالتالي يتحدثون عنه كما يتحدثون عن غيره، لم يسب أحدهم أحد. وبالتالي ركز يا ريت قبل أن تكتب ما تكتب، لم يسب ولا نسمح بالسب والشتم، ليس هذا ديدننا عزيزي. أما الانتقاد والمصارحة فهذا حق كل الجمهور. موسى نصر من الأردن يقول: إذا بقي في العالم ذرة من الإنصاف على بريطانيا أن تلقي القبض على محمد بن سلمان عند وصوله إلى بريطانيا. المثير أنه لم تقدم قضايا ضد محمد بن سلمان كافية لتحريك القضاء في بريطانيا وغيرها كما هو الحال في فرنسا. هذا يعود طبعا ربما تقصير من هذه الجهات الحقوقية والنشطاء والمحامين والعرب اللي موجودين هنا ممن يرفعون شعار حقوق الإنسان في السعودية وغيرها. أم أحمد عفوا تقول: لماذا المبالغة؟ خاشقجي لا يتكلم عنهم أحد غيركم. طيب، وهذا شرف، رجل مازال لا نعرف حتى جثته أين انتهت، تريديننا أن ننساه؟ لا، لن ننساه، وهو قبل ذلك إعلامي زميل أيضا، وبالتالي من حقه علينا أن نرفع لواءه حيا وميتا حتى ينال العدالة. أنت مش عاجبك طول النهار تكتبيننا في مصر أم الدنيا، حبيبتي أم الدنيا راي بالعدالة، أم الدنيا بالإنجاز، أم الدنيا بالمساواة، أم الدنيا بالقانون، أم الدنيا بي 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 بالشفافية، مش أم الدنيا هيك. أنت الآن لا تريدين أو ترفضين العدالة لخاشقجي وتتحدثي على أم الدنيا، أنت تغالطي نفسك. من يرفض العدالة الحقيقة لا أدري ماذا يليق به، والله اللي يرفض العدالة في حق أي شخص لا أدري ماذا تليق به، الحظائر ربما، مع الاحترام أنا أتحدث بشكل عام ليس عليك. فيريت نكون راقيين في فهمنا وفي انتمائنا، يفترض نحن جميعا ندافع على الديمقراطية والحقوق والحريات، نعم هذه الأسرة البشرية كلها تنتمي إلى هذه الخانة، لكن البعض يضعون أنفسهم في خانة أخرى مختلفة. طيب، نأخذ مشارك. علاء الدين، مساء الخير. أنت مساء سيد صالح، يا هلا بيك. فريق العمل والإخوة والأخوات المشاهدين، شكرا لك. أولا عندي نقطة، لو تسمح السيدة جنكيز أنه خلص تسكت، أولا هي ليست زوجته، وبعدين تبين أنه هي والله بدها أضواء الإعلام مش أكثر، هو بسببها الزلمة ضاع، كان قاعد بواشنطن ظلت تحرك وراء لراح على السفارة. لا لا لا، علاء الدين بشرفك، على جنب. لا لا لا، يعني السيدة ملتاعة بفقدان خطيبها، فلا داعي أن نزيد من همومها. خلينا في الموضوع لو تكرمت، خلينا في موضوعنا. طيب سيد الناس، ما بعرف الجمهور الكريم أو عامة الناس ما بيعرفوا شو هي مكانة المملكة العربية السعودية للاقتصاد العالمي. يعني نازلين لك أوه يقبضوا على الأمير محمد، يقبضوا على مين؟ يقبضوا شو، جنيتوا أنتوا؟ أولا ما في قضايا ضد الزلمة، ثانيا لو زعل والله لا يخرب نص اقتصاد العالم يا رجل. المملكة العربية السعودية موقعها العالمي هو أساسا كل الموضوع، لأنه في بعض الحقوقيين بيكرهوا العرب. لكن لو زعل يا علاء الدين، يعني أنت تقول لي وكأنه السعودية ما شاء الله عليها منتجة للقموح ومنتجة للتمور ومنتجة لأدري ماذا، وعندها اكتفاء ذاتي تستطيع أن تصبر. يا رجل لو وقف تصدير النفط شهرين ثلاثة السعودية تفلس يا رجل، شو مالك أنت؟
لا العالم الاقتصاد العالمي اللي بنهز يا صالح، اكبر مصفايه بترول في العالم موجوده في تكساس. اي طيب على راسي وعيني، لكن السعوديه ايضا، السعوديه وين البدائل اللي عندها في الاقتصاد العظيم الذي لديها غير الحج والنفط؟ لا البدائل جاي يا رجل، قبل 10 او 20 سنه السعوديه كانت تصدر قمح. اسالوا يا اخوان، ابحثوا. نعم. هو للاسف ما حد بيبحث يا رجل. يعني قوة محمد بن سلمان هي شوية عشان واحد يحكي لك والله بلقوا القبض عليه، أولا ما في قضايا ضده، وبعدين عيب، هذا أمير ولي عهد أكبر دولة عربية، ما في داعي للكلام نتبع الناس الأوروبيين أو الأمريكان اللي أساسا بيكرهوا العرب، والله لو ولعوا لهم أصابعهم شمع العرب يظل يكرهوهم. يا علاء الدين، أنت لا ترى نفسك أيضا، لا ترى نفسك وأنت تعيش في أمريكا، يفترض بلد ديمقراطي إلى حد كبير طبعا، ألا ترى أنك تنحاز الآن للقتل والجريمة وتدافع على قاتل مجرم؟ اعترفت مخابراتكم هناك في أمريكا بأنه لديها دلائل بأنه الجريمة التي حصلت في قنصلية السعودية في تركيا كانت بإذن من محمد بن سلمان شخصيا. فعلى الأقل لما تعيش في بلد ديمقراطي يا أخي خليه شوي ينور لك قلبك ويخليك يعني تنحاز للديمقراطية وحقوق الإنسان وليس العكس. ليش مش أنا ديمقراطية؟ ما هي الديمقراطية، إحنا للأسف مش عارفين شو معنى الديمقراطية. لا لا، أنت وفق يعني كثيرين الآن، أنت تدافع على قاتل. يا رجل يا هل أثبت، أعطيني محكمة عالمية أثبتت إنه الأمير محمد بن سلمان قتل خاشقجي؟ يا رجل أنا قلت لك مخابراتكم تقاريركم تؤكد بأنه الجريمة جرت بإذن من محمد بن سلمان، ولا أنت ما مش متابع يعني؟ يا زلمة سي آي إيه كذابين، شو هو كلامهم منزل يعني؟ طيب والعصابة التي قتلت خاشقجي ومزقته إربا ثم عادت إلى السعودية يعني سليمين معافين، شو القصة يعني؟ لا مزقتين في السجن، مين قال لك سالمين؟ يا سيدي هات اثبت لي والله. يا علاء الدين، أنا من هذا المنبر يا ريت يجينا فيديو أن هؤلاء مكبلين وداخل السجن، وأنه القحطاني وغيره يعني عانوا الأمرين ومحكوم عليهم، مين اللي أثبت ذلك؟ ولا واحد. أنت الذي كذب، في الأول وقال والله نحن خاشقجي لم يدخل القنصلية، والقنصل اللي كان مشرف على الجريمة أو حاضر في الجريمة يدور أمام الكاميرات ويقول يا جماعة بحبشوا ما في لا خاشقجي ولا غيره، الذي يكذب مرة ما زالت صدقه مرة ثانية بصراحة؟ والله أنا راح أبحث عن هذا الموضوع وأشوف إنهم، أنا باللي بعرفه إنهم بالسجن. يا ريت تبحث، أما علاء الدين يبدو الأمريكان اللي منصدقهم قالوا في السجن. لا صدقهم كثير يعني على كل حال. طيب شكرا لك علاء الدين من أمريكا. شكرا. أشكرك، شكرا لك، على الأقل اعترفت في النهاية أنه عليك البحث وهذا مهم للغاية، لأنه الحقيقة الأكاذيب من الجهات المعنية في السعودية كثرت وما حدا يصدق، صدقني حتى جماعتك في أمريكا لا يصدقون هذا. عبد النبي من المغرب يقول ابن سلمان متورط في ملفات حقوقية عديدة، اعتقالات والحكم الجائر لبعض النشطاء المعارضين السياسيين، ضرب حقوق المرأة، تشويه سمعتها، قتل الصحفي خاشقجي، تم الضغط عليه من طرف الإدارة الأمريكية وحلفائها لحضور جنازة الملكة، وسيجر إلى التطبيع المباشر لاحقا. هذا ما يقوله عبد النبي من المغرب. نأخذ مشارك. طيب نايف، مساء الخير. ألو السلام عليكم. يا هلا بيك. أول أنت الحين تتكلم أن محمد بن سلمان متهم وأن جمال خاشقجي الله يرحمه، أنا بعطيك ملف قتلوا أربع دول شعب كامل ومعاهم دول مدانة فيها. موضوعي محمد بن سلمان وزيارة بريطانيا. نايف إذا تجيب لي قضايا ثانية أرجوك خليها مرة ثانية لو تكرمت. موضوع محمد بن سلمان. إيه موضوع محمد بن سلمان طال عمرك، الله يرحمه جمال عبد الخاشقجي مات. حلو. شنو صار بعده؟ تكلمت تركيا وتكلمت بريطانيا، ثاني مرة عقبها استثمارات تركية سعودية وتسكر على الموضوع، اشتروا نادي ببريطانيا وتسكر على الموضوع، وجمال خاشقجي ما له قيمة في المجتمع الدولي قدام الأهل الحقوقيين. لو كانوا يبون يسجنون محمد بن سلمان
وافقت عليه أوروبا وحقوقين أوروبا وقامت وسجنوا وحركوا جيوشهم عشان جمال خاشقجي. هم ما حركوا جيوشهم إبادة الشعب السوري تبي يحركون عشان جمال خاشقجي. جميل، شكرا لك نايف الكويت. شكرا لك. حسن من الجزائر يقول الجرائم كلها مرفوضة، لكن لماذا الحقوقيين يركزون على بعض الدول ويغمضون أعينهم على جرائم وإبادات دول أخرى؟ منظمات حقوق الإنسان حق أريد به باطل للابتزاز فقط، يقول حسين من الجزائر. أنا لا أدري عن أي جريمة أخرى لم تدنها المنظمات الحقوقية ويراها صاحب الرسالة منفردا. يقول أيوب أنا من معارضي ابن سلمان، هكذا يقول، ولكني أسأل هل ابن سلمان المجرم الوحيد؟ أليس الإسرائيليين والسيسي أكثر إجرام؟ سؤال وجيه وجميل، ليش لا؟ صوفيا من ألمانيا تقول يضاف أيضا إلى جرائم محمد بن سلمان بأنه يبني مدينة نيوم على جماجم وأشلاء كثير من عائلة الحويطات، خاصة عبد الرحمن الحويطي الذي قرأ وصيته أمام الكاميرا قبل قتله بيوم من السلطات السعودية، تقول صوفيا. كريم الباهي من المغرب يقول الحضور في جنازة ملكة بريطانيا ليس إلا بروتوكول رسمي، هل سمعت بدعوة أي زعيم عربي لحضور قضايا مهمة مثل مفاوضات الملف النووي الإيراني؟ رغم أن هذه القضية تخص الإخوة في الخليج بشكل مباشر. كلام جميل يا كريم، شكرا لك. نعم، في الـ في الـ في الأشياء المهمة لا يدعى لهذا ولا ذاك، لكن في جنازة الكل يشارك. طيب، سالم من الأردن يقول ما في ولا سعودي معارض لآل سعود يتكلم مع الحوار. لا أدري، ربما لأنه لا يأمن السلامة بعدها، ربما طبعا لأن مستوى الحريات عظيم في السعودية، أنت لا تستطيع أن تخرج مظاهرة يا رجل فيها 10 أشخاص. عمرك سمعت ببلد في العالم تمنع فيه المظاهرات إلا الآن؟ بلدان فقط، أو قول 3، الإمارات على فكرة العمال الأجانب ظاهروا فيها، الإمارات والسعودية ونظام السيسي. حتى تعرف يعني أنه سبحان الله هذه الأنظمة الثلاثة أمثلة للديمقراطية. أحمد من مصر يقول الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد والرئيس عبد الفتاح السيسي عقدوك أنت قناة الحوار وكل الإخوانجية اللي وراك يا شيخ صالح يا إخواني. هذا المحترم أحمد من مصر المدافع الرسمي على عبد الفتاح السيسي، مرحبا بك دائما يا أحمد من مصر، لأنه كلما تكلمت كلما تعريت أكثر، وأنا سعيد بذلك على فكرة، لأنه منطقك ما شاء الله عليك ديمقراطي درجة أولى وحقوقي درجة أولى. مرحبا برسائلك دائما، تكلم حتى أعرفك، وجميل يعني عندما تتكلم نعرفك أكثر. أبو تركي يقول أنت يا صالح تكره مكة والمدينة وتكره العرب والمسلمين، ليه يا أخي؟ حرام عليك، وأنت مأجور من ملالي طهران وربعك الإخوان وهلم من هذا الكلام، يقول أبو تركي 09666 طبعا من السعودية كما هو واضح. أنا سأظل يعني في هذا المنبر رغم طبعا البعض في بلاد الحرمين وبعض البلاد الأخرى ربما لا يعجبهم هذا المنبر، ولكن سنبقى ساهرين على هذا المنبر دائما، ونزعم بأن هذا المنبر هو منبر للحرية وللرأي الحر وكل واحد يعبر عن رأيه. ثم في هناك بشر من بيننا العرب يضيق بهم الرأي الآخر، لا يقبلونه يا أخي، يريدون رأي واحد في الدنيا، ولهذا أنت المعارض يحارب في مصر، يحارب في السعودية، يحارب في الإمارات، في أنظمة عربية لا تريد إلا لون واحد، وبالتالي هم يضيقون ذرعا بهذا المنبر، وهذا المنبر سيبقى أكانوا رضوا أو غضبوا، هذا لا يعنينا الحقيقة. عبد العالي من المغرب يقول إذا كانت بريطانيا تهتم بالحقوق حتى للعربي إن اعتدى عليه اعتداء شنيع أن تقبض على أبو منشار، يقول عبد العالي من المغرب. أدركنا الوقت، أشكر عزام من ألمانيا والعديد من الرسائل الأخرى الحقيقة، البعض طبعا ما زال لا يكتب اسمه وبالكاد أبحث عن أسماء البعض، لكن أمامي العديد من الرسائل. سمير من الأردن يقول لا يهم أو لا يهتم الغرب إلا بما يفعله ابن سلمان وآل سعود بشعبهم، المهم لهم هو محافظة ابن سلمان
على مصالحهم، يقول سمير من الأردن. أشكر كل الرسائل الأخرى اللي أمامي، على كل حال للأسف أدركنا الوقت. الآن نتوقف كالعادة مع هذا الفاصل الإخباري ثم لنا عودة. طيب أبدأ من القدس، لأن القدس ما تزال تتعرض للاعتداءات كل يوم. قطعان المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى بأحذيتهم القذرة وأمام أمة عربية وإسلامية تتابع هذا المشهد يوميا. ووقفة احتجاجية ضد فرض الاحتلال مناهج دراسية على الطلاب. جدد العشرات من قطعان المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم لباحات الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من جنود العدو الصهيوني الإرهابيين أيضا. في الأثناء نظم أولياء أمور طلاب إحدى المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية وقفة احتجاجية على محاولات السلطات الاحتلال فرض كتب دراسية قالوا إنها تشطب الهوية الفلسطينية. لاحظ المحتل شو يعمل والعرب نايمين ويطبطبوا ويهرولوا نحو المحتل. قال لك كتب دراسية صهيونية فرضت على الفلسطينيين تعمل على شطب الهوية الفلسطينية من المنهاج التعليمي. ورفع أولياء أمور وطلاب مدارس الإيمان لافتات ترفض الكتب الإسرائيلية، وذلك قبالة مقر في بلدة بيت حنينة شمالي القدس. إلى الجزائر الآن. جهود لإتمام المصالحة الفلسطينية قبل القمة العربية. أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطال العمامرة عن نية الجزائر استضافة اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل القمة العربية المقرر عقدها مطلع نوفمبر القادم. وقال العمامرة أن هناك جهود دؤوبة من أجل عمل دبلوماسي بهدف تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال اجتماع سيعقد لاحقا في الجزائر قبل القمة العربية. وهناك محاولة لإنجاز المصالحة قبل القمة العربية. إلى ليبيا الآن. مبادرة لعقيلة صالح تتضمن تشكيل مجلس رئاسي يدير مرحلة الانتخابات. طرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مبادرة سياسية جديدة تقوم على تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسته وعضوية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن غرب البلاد، فيما يتم اختيار شخصية ممثلة لجنوب البلاد عضوا بالمجلس. مبادرة صالح تقترح التوافق على موعد جديد للانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق إطار دستوري خال من أي شروط للترشح للانتخابات، فيما سيتولى المجلس السياسي الجديد قيادة المشهد خلال فترة الإعداد للانتخابات. إلى الخبر التالي فيما يتعلق بالعالم العربي وما هو مقبل في من أحداث. رئيس وزراء أردني أسبق يتوقع انبعاث الربيع العربي قريبا يقول وبشكل أقوى. قال رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الرؤوف الروابدة إن العالم العربي سيشهد من جديد وقريبا، هكذا قال، انفجارا مشابها لما حدث عام 2011 ضمن موجة الربيع العربي، متوقعا الفارق سيكون بحجم الانفجار وتوقيته وشكله. وأضاف أن العالم العربي محتقن ولديه حجم كبير من الإحباطات، ورأى الروابدة أن القضية الفلسطينية وحدها سبب كاف لغضب وإحباط كل عربي صادق، لافتا إلى أن الإحباط في نفوس الشعوب العربية وصل إلى الدرجات القصوى. وأنا أتفق معه الحقيقة. اسألوا التوانسة واسألوا المغاربة واسألوا الجزائريين واسألوا السودانيين واسألوا المصريين طبعا، وهلم جرة حتى تصل إلى بغداد. هذه المرة ستكون شرارة لن تشعل بلد واحد أو بلدين. أنا على ثقة بأن الربيع المقبل سيكون العديد من الدول العربية في لحظة واحدة. وطبعا هناك نشطاء دعوا من منبرنا هذا، دعوا إلى تحديد موعد لإشعال ربيع عربي متزامن، ولعلهم ما زالوا يعملون في ذلك. دعوا من هذا المنبر أنه تحديد موعد لثورة تشمل العديد من الدول العربية متزامنة، ولعلهم، لا أدري، على كل حال لعلهم ما زالوا في هذا الموضوع. نختم بالسعودية، وتناولناه منذ قليل ولكن نكرره في الأخبار من باب إسماع اللي ما سمع بعد، لأن الخبر مهم الحقيقة. بلاد الحرمين ستصلها الخمور والشامبانيا، حانات وخمور وشامبانيا. صور تكشف خطط المملكة في سندالة في نيوم.
تخطط المملكة العربية السعودية لتقديم الخمور والشامبانيا والكوكتيلات التي تحتوي على الكحول في منتجع على البحر الأحمر يقع بمدينة نيوم المستقبلية كما قلنا، هذا وفقا ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن أشخاص مقربين من المشروع ووثائق للمخططات للمشروع. قالت الصحيفة إن بيع الكحول في حال سمح سيمثل علاقة فارقة محفوفة بالمخاطر في المملكة لهذا التحول الاقتصادي والثقافي الذي يقوده ولي العهد، وتحدثت أيضا عن إمكانية أن تثير زوبعة في الداخل السعودي مثل هذه الخطوات، لأن محمد بن سلمان يسير بالبلاد وكأنه إلهها الأوحد، هو لا يلتفت إلى هيئة كبار العلماء، لا يلتفت إلى الشعب السعودي الكريم، لا يلتفت إلى هذه الأصوات التي تريد لهذه البلاد أن تبقى على سمعتها وعلى طيبتها وعلى قدوتها. الناس تأتي من كل فج عظيم تأتي للحج هناك، صاحبنا يريد أن يغرقها بالخمر كما أغرقها بالراقصات وما إلى ذلك. الشعب السعودي ليس قطيعا من الأغنام، هناك أصوات بالتأكيد سترتفع، وربما قد نرى مظاهرات قادمة في بلاد الحرمين، لأن الشعوب لا تحكم بالحديد والنار إلى الأبد، لا، قد تحكمها فترة ما، ولكن لحظة الانفجار قادمة كما يقول البعض. كان هذا آخر خبر على كل حال في هذا الموجز. بعد الفاصل نتحول إلى تونس. الغنوشي والعريض أمام التحقيق فيما يعرف بقضية التسفير. برأيكم هذه القضية وملاحقة رئيس البرلمان، شخصيات مهمة في البلد، هو بحث عن الحقيقة أم هي محاولة لإلهاء التونسيين وإشغالهم في قضايا يفترض تجاوزها الزمن، ومحاولة ربما لتشويه النهضة ويعني وإضعاف بريقها في نفوس أنصارها ومحبيها في محاولة للتخلص منها وتفكيكها؟ ماذا ترجحون؟ ننتظر إجاباتكم بعد الفاصل.